والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال. إذن فهذا موعدنا مع ياسر عبد الستار، إليك ياسر. شكرا لك يا زميلة أمامة تمام، شكرا لك يوسف عبدين، وأهلا بحضراتكم إلى هذه الطائفة من الأخبار الاقتصادية. وزارتا التجارة والصناعة والبيئة على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتنسيق مشاركة قطاع الصناعة في فعاليات مؤتمر المناخ العام 2027 العام الجاري بشرم الشيخ. وخلال اجتماع لبحث استعدادات استضافة المؤتمر، أكدت وزيرة التجارة نيفين جامع أن الاجتماع استعرض عددا من الأفكار المتعلقة بمشاركة الصناعة المصرية في هذا الحدث الدولي الهام، وبصفة خاصة الصناعات الخضراء والصديقة للبيئة. أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وتراجع رأس المال السوقي نحو 2.5 مليار ليغلق عند نحو مستوى 702 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 32% ليغلق عند مستوى 11138 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 1819 نقطة. وهبط مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 2787 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 15 جنيه و66 قرش للشراء و15 جنيه و75 قرش للبيع. أما اليورو فسجل 17 جنيه و52 قرش للشراء وسجل 17 جنيه و64 قرش للبيع، في حين وصل سعر الجنيه الاسترليني إلى 20 جنيه و98 قرش للشراء و21 جنيه و11 قرش للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فسجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات و26 قرش للشراء و4 جنيهات و29 قرش للبيع. أما الريال السعودي فسجل 4 جنيهات و17 قرش للشراء و4 جنيهات و20 قرش للبيع. وفي أسواق المعادن النفيسة، قفز سعر البلاديوم بنحو 6% مسجلا 2503 دولارات، كما زادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية لتصل إلى 1909 دولارات للأوقية. وعلى الصعيد المحلي، سجل الذهب عيار 18 نحو 719 جنيها، أما الذهب عيار 21 فسجل 800 جنيه و38، أما الذهب عيار 24 فوصل إلى نحو 958 جنيه. أما عن سعر الجنيه الذهب فوصل إلى 6704 جنيهات. قفزت أسعار النفط مع فرض حلفاء غربيين المزيد من العقوبات على روسيا، وعزل بنوك روسيا معينة عن نظام سويفت العالمي للمدفوعات المالية بين البنوك، مما قد يتسبب في تعطل شديد لصادراتها النفطية. وارتفع خام برنت 4.16 دولار أو ما يعادل 4.3% ليصل إلى 102.09 دولار. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.19 دولار أو 4.6% مسجلا 95.78 دولار للبرميل. قالت شركة الغاز الروسية المملوكة للدولة غازبروم إنها تشحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا تماشيا مع طلبات العملاء. وأظهرت بيانات من الشركة المشغلة للشبكة الألمانية غاسكاد أن خط أنابيب روسي آخر، وهو خط يامال أوروبا الذي يمر عبر بيلاروسيا وبولندا، عوض الضخ واستمر في نقل الغاز شرقا إلى بولندا من ألمانيا عند مستويات مرتفعة.
انتهت هذه الطائفة من الأنباء الاقتصادية. مرة أخرى عودة إلى الزميلة أميمة تمام والزميل يوسف عبدين. شكرا لك ياسر.